يعني انا اقبل قضيه وانا مش ضامن براءه موكلي فيها عشان كسوف؟ لا انا ما قلتش كده، انا قلت دي قضيه كبيره والبلد كلها بتتكلم عنها، لو خرجت الواد ده صدقني هتفرق معاك كتير قوي يا سلام. هو فيها سلطانه انت مالك متحمسه للقضيه دي كده ليه؟ لا عادي الراجل المحترم يعني انت بتصدق امك حلمت بيه امبارح من غير ما تشوفه؟ والله والله ماشي، بس انا مش هقبل القضيه الا لما اتاكد ان الراجل بريء. اتفقنا. انا خدت الضربه بجد من اقرب ناس في حياتي، انا خدت الضربه بجد، انا خدت الضربه بجد. الواد ده يخص كسلطانه، الواد اللي جابه قال لي انه من طرف الراجل الخير بتاع امبارح، واللعبه دي بتاعت الواد جابر. انت عايز ايه؟ اصل انا ابويا عمره ما جاب لامي ورد عشان ما بتعرفش تطبخه، وخدت الضربه بجد، انا خدت الضربه بجد وخدت الضربه. والله راجل ذوق. والله هو انت قلت لي برضه امك اللي حلمت بيه؟ عادل بيركن على اول الشارع. الحمد لله على سلامته، انا نازلاله. نازله راح فين؟ دوت سافل وعديم الربايه وزقل ادبه عليكي، الحاره هتبقى بركه دم. سلام ينزل. انا اللي هنزل له، ابن الحرام ده ما نمنيش طول الليل امبارح. لا انا اللي هنزل له يا سلطان. سلام ورحمه ابوك تسيبني انزل؟ ورحمه ابوك اللي انا اللي انزل؟ انا عمري ما جبت لك حقك. فشل يا اخويا، طول عمره بيجيب لك حقك. سخنتيه؟ عادل يا خياط، قبل كده غلطت فيا قدام الناس وسكت لك، رعيت العيش والملح اللي بيني وبينك. عايز ايه؟ ابويا خلاص اتحبس والواد سبتهولك. ورحمه ابويا اللي يفكر يأذي سلطانه ولو في خياله، لخلي مصيره زي ابوه او عمه. فاهم يالا؟ انا لسه ما خلصتش كلامي، تقف وتسمعني. ترفع عينك على اي واحد في الحارة، مش بس سلطانة ورحمة ابويا ما تقعد فيها دقيقة واحدة. فاهم يالا؟ فاهم. يلا غور. ارتحتي؟ ده انا كنت هطق. هو في واحدة يبقى اخوها زيك وما ترتاحش؟ تسلم ايدك. روح يا اختي للعويل بتاعك.